السمك والجمبري، لكنه زي ما قلت لكم هذه فقرة عن الوفاء، عن لحن الوفاء، عن ما حدث للأهلي ومع الأهلي ومن أجل الأهلي، من وفاء كبير جدا، سواء ما حدث مع محمد سمير المراكبي المشجع الأهلاوي، أو ما حدث مع أيقونة الوفاء الكروية في تاريخ الكرة المصرية الراحل محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب في 31/8، يعني زي بعد بكرة بالظبط، من 13 سنة، يعني في 2006 سقط محمد عبد الوهاب على أرض ملعب التتش أثناء المران وانتقل إلى مثواه الأخير. محمد عبد الوهاب صار أيقونة الوفاء من وقتها، لأنه وقتها قال الأهلي عمره ما خلف معايا ميعاد وأنا عمري ما هخلف ميعاد معاه، ورحل. المهندس عادل القيعي وقتها في الأهلي اليوم أو بعد الوفاة بفترة استضاف كابتن مانويل جوزيه أو مستر مانويل جوزيه، كان المدير الفني للأهلي، وافتكر جوزيه ما حدث مع محمد عبد الوهاب. نفكركم بيه. أنا عارف إن في خلال مشوار مستر مانويل جوزيه بعض اللحظات اللي هو قال قبل كده إنها لحظات مؤلمة، زي رحيل محمد عبد الوهاب. عندنا شخصية يعني قريبة جدا من محمد عبد الوهاب الله يرحمه، حريص جدا انه يلتقي دلوقتي مع مستر مانو جيسيه، وهو خاله او بمثابة خاله وكان المسؤول عنه. ولما عرف ان مستر مانو جيسيه معانا في الاستوديو النهارده اتصل وعايز يتكلم معاه على التليفون. تين اومس مومنتو تريست نو كلوبي كومو موريو محمد ابو وهاب تين اون كارا كي فا فالا كونتيغو اون تليفون اغورا. هيا يا حاج محمود. السلام عليكم. السلام عليكم. ازاي حضرتك كابتن؟ الله يخليك. انا قلت للمستر مانو دلوقتي ان انت على التليفون وانك عايز تسلم عليه. انا نفسي والله اسلم على مستر مانويل، ونفسي اشكره على الكلام اللي قاله بخصوص المرحوم محمد بعد الوفاه، يعني واللي اظهر فيه مشاعر كبيره جدا جدا تجاه محمد. يعني انا حسيت ان بالكلام اللي قاله مستر مانويل ده انه اكتر شرقيه مننا، يعني حسيت انه يعني دافي اكتر من الشرقيين نفسهم، خاصه ان مستر مانويل قال جمل، مستر مانويل قال جمل يعني بتحمل معاني كبيره جدا 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 تجاه المرحوم محمد. منها جمله انا كنت اتمنى انا اللي اموت مش هو، يعني كلام يعني وانا عارف انه صادق، انا واثق ان هو صادق في كلامه. يعني اتفضل يا محمود. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا حبيبي. وقريب كمان قوي في ماتش ودي للنادي الاهلي عرفت انه اتكلم عن المرحوم محمد يمكن اكتر من ثلث ساعه. محمد فانا بشكره جدا جدا على مشاعره دي، وانا ببلغه ان احنا يعني الاسره كلها بتحبه قوي وبتتمنى له دايما التوفيق. راجل ناجح وان شاء الله دايما يبقى باكتر نجاح باذن الله، ومبروك عليه ومبروك على مصر، ومفرح الشعب المصري كله مش مفرح جمهور النادي الاهلي، واتمنى له التوفيق دايما. وحبيت ان انا ابلغ يعني شكر الاسره لمستر مانويل، لان انا قبل كده قلت لابو تريكه يبلغه اللي فالو برابو تريكه، مش عارف بقى هو قال له ولا لا، فحبيت ان اقول له بنفسي. يعني متشكرين جدا جدا يا كابتن. متشكرين يا محمود. ومحمد عبد الوهاب في قلوبنا جميعا، وصعب ننسى شخصيه بهذا الخلق وهذا الحجم كلاعب. رايه ايه في المكالمه دي؟ كوات اوبينيون ده سالي قسم. O Abloé foi o momento mais doloroso de toda a minha vida. كان صعب جدا قوي لاست محمد عبد الوهاب. Tenho uma fotografia assim. عنده صوره لي كبيره. No meu quarto. في اوضته. Do Abloé com a taça. معاه هو شايل الكاس. Para me lembrar o quanto a vida دايما بيشوف ان الحياه قصيره جدا. يا دورة يا انجوستا. وصعب. Eu não estava cá quando ele faleceu. هو ما كانش موجود لما مات. Ainda bem para mim que não estava. وكويس ان هو ما كانش موجود. Eu estava em Paris com a minha mulher. Vínhamos de Portugal para o Egito. وكان جاي هو ومراته هنا على مصر.
quando o Ahmed, o este o tradutor, o Abdul, me telefonou a dizer que o مترجم الاول معاه هو اتصل وقال له ان محمد عبد الوهاب توفى. Tenho 44 anos de futebol, foi o momento mais duro de toda a minha vida. 44 سنه في الكوره دي لحظه كانت صعبه جدا عليه في حياته. Aconteceram outras coisas ruins na minha carreira, outras pessoas que faleceram também. في حاجات حصلت كتير وبرضه في ناس ماتت برضه. Estava no início de uma carreira brilhante. لكن محمد كان لسه بيبتدي مستقبله. Era um garoto fantástico. وكان ممتاز جدا. E ainda hoje me emociono quando vi as imagens ali. لما بشوف الصوره بتاعته في الماتش بيتأثر. Porque de facto ele foi um campeão. هو كان بطل. Foi um jogador que chegou, teve muita dificuldade em se afirmar o peso da responsabilidade de jogar no Al-Ahli. Ele só me pedia para eu ter paciência com ele. E tive essa paciência. E ele acabou por ter grande sucesso. Portanto, às vezes dou o exemplo dele de que a vida não é feita de vaidades. Ele faz-nos lembrar quanto é ingrata, dura, injusta. E portanto, tenho muita saudade dele. E tenho muita pena daquilo que aconteceu. Mas são coisas que a gente não pode fazer nada. Mas continuo. من يعني هو محمد عبد الوهاب كلنا نتفق مع مستر مانويل انه اثر فينا جميعا لانه كان شخصيه محمد اي سنتي كي وسي جوست مونتو ديلي اغور وانا هقول لمستر مانويل تاكيدا على انه يستحق كل هذه المشاعر منه ان الله يرحمه رفض كل الاغراءات عشان ما يبقاش في النادي الاهلي واثناء ازمته اتعرض عليه اغراءات جامده جدا مقابل انه يمشي ويرجع ويروح أماكن أخرى ولكن هو تمسك بالنادي الأهلي ولذلك يعني خلقه كان رقيق وجميل وأثر فينا كلنا. أستاذ حامد، محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله 13 سنة فاتت لغاية النهاردة أسرته وأهله وبلدياته كل الناس على اتصال بالأهلي وتحول إلى أيقونة وفاء حقيقية عند الجماهير. الحقيقة أنا لأني من المتابعين منذ سنوات مش جديد للسوشيال ميديا ببقى في حالة فخر بأن هؤلاء هم جماهير الأهلي من شباب متحمس قبل موعد الذكرى السنوية للراحل محمد عبد الوهاب تمتلئ صفحات الفيسبوك وتويتر بالكثير من الكلمات المعبرة عن المحبة والوفاء بقدر ما كان محمد عبد الوهاب وفيا. لكنني أحب أن أشير إلى موضوع ربما لم يتحدث عنه أحد، إنه في اللحظة التي توفى فيها محمد عبد الوهاب في أرض ملعب التتش كان في معاه شيك بجزء من قيمة عقده مع النادي الأهلي، وبعد الوفاة قرر النادي الأهلي دون إعلان أن يصرف القيمة الكاملة لعقد محمد عبد الوهاب لأسرته، مش بس الجزء اللي هو كان الشيك بتاعه في جيبه، لا، الثلاث سنوات كاملة لأسرته، لأنه لابد أن يبادل الوفاء بالوفاء ولابد أن يكون هذا هو الأهلي وهذه تصرفات الأهلوية تجاه هؤلاء الذين يعني يعلنون دوما أنه الأهلي عمره ما تخلى عني، فأنا لا يمكن أتخلى عن الأهلي، والدليل هو المواقف الكثيرة لمحمد عبد الوهاب وعدد كبير أيضا من اللاعبين.